أخوة الإخوة الذين التحقوا بنا كل بصفته وباسمه، هللتم سهلا وحللتم مرحبا. أذكر فقط بالبرنامج المتعلق بهذه الصبيحة، سنكون مع ثلاثة عروض هذه الصبيحة. أولا تقديم حصيلة لإنجازات هذه المنصة التي نتواجد بها من طرف جمعية دعم التسيير المنصة. بعد ذلك هناك عرض لوضعية إنجاز محور دعم التشغيل من طرف مكتب إيكو أنترين، وفي الأخير عرض لوضعية إنجاز محور دعم المقاولاتية من طرف جمعية مبادرة للشباب والمقاولة. وفي الأخير سنكون مع فقرة لتوزيع شهادات وتذكارات على بعض المستفيدين المتميزين في إطار البرنامج. كي لا أطيل عليكم، أعطي الكلمة مباشرة للسيدة بشرى بن الموفق رئيسة جمعية دعم وتسيير المنصة لتقديم حصيلة الإنتاجات مع شريط فيديو لهذه الفقرة، فتتقدم مشكورة. Mesdames et messieurs, en ma qualité, je suis en train de faire une présentation de la Chevers de Barnoncy. Je suis en train de faire une présentation de la Chevers de Barnoncy. Je suis en train de faire une présentation de la Chevers de Barnoncy. Alors, la Chevers de Barnoncy, c'est une présentation de la قبل إطار المهم، دونك في إطار الإرادة المهمة الإسلامية، دونك تنزيل مشروع ملكي في إطار الدورة أو البرنامج الثالث للتنمية البشرية، وهذا البرنامج اللي كيعنى بشيء كثير بالشباب بصفته الخاصة وبالعنصر البشري من لأجل التأهيل ديالو باش يكون قادر على مواكبة أو الاندماج السوسيو اقتصادي من خلال تقنية الشارع مدير الدخل، من خلال إيجاد فرص عمل، ومن خلال كذلك خلق مقاولات في هذا المجال. لكي لا أطيل عليكم فأذكر بالإطار العام، أهم المنجزات منذ افتتاح المنصة إلى غاية 30 أبريل 2022 من خلال ثلاثة محاور اللي هو الاستقبال، الاستماع والتوجيه، والمواكبة. بالتالي دونك غادي نذكر بالمخطط ديال العمل ديالنا والاستراتيجية الرؤية الاستراتيجية، وهذه اللي كنتقاسموها مع العمل ديال السيد بانوسي السيد الكاتب العام، وكذلك القسم العمل الاجتماعي اللي كيرجع له الفضل الكبير في الانجازات دونك اللي حققنا، دونك فضله فضل الرؤيه ديالو فضل ليبولاسيون ديالو دونك بارتيكيليرمون دونك اللي قدرنا نحققوا هاد الانجازات هادي. وفي الاخير دونك كنشير التدخل ديال جميع القطاعات دونك اللي كان ديال موبيليزاسيون ديال ليكوسيستيم. الوغ الاطار العام دونك هو الخطاب السنوي لاماجستي لو روا دونك اللي عطى للعنصر البشري اهميه كبيره وخاصه للشباب، الشباب اللي كيشكل أزيد من 80% واللي هو دونك المورد الهام بالنسبة لبلادنا، بلد في طوب التنمية في ليكولوجيون ايكونوميك كمفتاح لهاد التنمية الاقتصادية. ألوغ المنصة بدات العمل ديالها ابتداء من 10 يونيو 2020 مما لا خفي عليكم، دونك كانت الخروج من فترة ديال الكونفينمون. دونك بدينا دونك جات وقتها كيفما كنقولو المنصة، دونك بتجاوب على واحد الرهانات وحاجيات الساكنة، يعني كيفما كتعرفو دونك الساكنة ديال عمل سد بانوسي فهي الأكثر كثافة من ناحية لادونسيتي أولا، وأكثر غوبريزونطاسيون من ناحية الشباب، دونك أعلى نسبة ديال الشباب اللي كتواجد في كازابلانكا، في لاغيجيون ديال كازا ستاتمان، دونك إلي أونيفو ديال التغيطوار ديال سد بانوسي. باش ما نطولش اكثر، حتى بالنسبه للهشاشه فمعدل الهشاشه فهو مهم جدا على مستوى تراب العماره، دونك هذا الشيء اللي يفسر الاقبال الكبير اللي كان على المنصه منذ الافتتاح ديالها. دونك بالنسبه للحصيله اذكر دونك هي من 30 يونيو 2020 الى حدود 30 ابريل 2022، دونك تم الاستقبال 3129 شاب وشابه اللي جاوا المنصه سواء حضوريا او عن بعد. دونك الاستقبال الفعلي كان ديال 2268
دونك الفرق بين العددين هو اللي ليجيبيليتي اللي كيف ما كتعرفوا دونك اللي كيتفوتوا على المنصه او اللي كيستافدوا من خدمه المنصه هما واحد الشريحه ديال العمر اللي كتتراوح من بين 18 الى 45 سنه. كذلك بالنسبه للشباب القاطنين على مستوى تراب العماله تم الاستماع ل 2027 شاب وشابه سواء باحثين عن لي جون باحثين عن فرص عمل منهم 1459 حاملي مشاريع 527 وحاملي مشاريع وفدت اقتصاد تضامني منهم 41 شاب وشابه. تم التوجيل عده مرات ديال 2898 هنا كنقصد توجيه اون فيت ملي كنصيفطوا هذاك الشاب سواء باش يتبع واحد البروغرام دون لوكا ديال المقاوله كتكون المقاوله او كذلك الانشطه اللي داير الداخل الاقتصاد التضامني او من خلال اون فيت توجيه ديالو الفرص عمل دونك كيتم التوجيه ديالو عده مرات لان البروفيل هنا كيكون عند راسي اللي ادابتي لو ما ادابتي دونك سكي اكسبليك هنا الفرق ما بين العدد الاول والعدد الثاني. راه لحد اليوم تم الادماج ديال 1270 شاب وشابه سوق الشغل وتم ايجاد فرصه تدريب ل 137 شاب وشابه. الو بالنسبه للاستقبال في المنصه استقبلت اذكر دونك 2027 شاب وشابه موزعين كالتالي دونك على حسب لي بروغرام دونك عندنا باحثين عن عمل 1459 حاملي المشاريع 527 وحاملي فكره مشروع اقتصادي تضامني 41 شاب وشابه دونك اللي كيشكل عدد الاجمالي اللي هو 2027. على مستوى دونك المقاطعات فعندنا سيدي بروسي دونك ب 64% وسيدي مومن 33% اوتر دونك هنايا اوتر اخرى 3% هادو اللي كيكونوا خارج تراب العماله واللي كيتم التوجيه ديالهم للعملات الاخرى. دونك بالنسبه لا ريبريزونطاسيون ديال الرجال النساء فاستقبلنا 959 مراه او فتاه و 1068 شاب. الوغ الاستماع والتوجيه تم الاستماع والتوجيه ديال 2898 وهنايا دونك ملي كنقصد الاستماع دونك الاستماع في مرافق المنصه اللي كيفما غتم الزياره للمرافق دونك الفضاء متخصص في الاستماع والتوجيه دونك هذا الفضاء استقبل على مستوى المنصه عدد كبير من الوافدين وكذلك دونك باش نزيدو في الكومونيكاسيون او التواصل ديالنا مع الشباب فخرجنا لعندهم دونك من خلال سواء دي فيزيت المراكز التكوين المهني